الخير الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احوال جيده يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو بصحه والهنا يا ربي. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد. هذا النهار الثاني ديال العيد ميلاد ديالي. كيف قلت لكم البارح بانني انا عارضه على لوسي، ودوسي باغين يجيو عندي يباركوا لي على العيد ميلاد. فوتوا لي داك النهار، قال لك خليت النهار الحد ونجيو عندك. قلت لهم مرحبا بكم. مهم هما دابا باقي ما جاوش، قالوا 12 غادي يكونوا هنا. دابا راه 12 وقت من باقي ما جاوا، مع الطريق بعادين عليا بساعه ديال المكانه. نصت انا الصباح بكري مع 8 فقت، وجدت كل شيء، دار جمعتها، كل شيء وجدته وكل شيء مزيان وبخير وعلى خير. المهم انا غادي نوريكم اشنو وجدت ليهم. ما غادي انا ما غاديش نطبخ طبخ 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 طبخ، درت لي ماشي حاجه لي سهله مهله. اجيو معايا نوريكم اشنو درت. مهم بعدا اشنو بغيت نقول لكم، ما درتش المرقه ولا السفه ولا شي حاجه. يلاه معايا انتم البنات، هنايا عندي الكوتليت اللي درت فيه شويه الملحه والبزار والزيت، الزيت النباتيه والزعتر واليازير. وهنايا عندي جنيحات اللي درت معاهم واحد الصوص شريته من عند تركي، هو اللي درته فيهم مع شويه زيت الزيتون. هادشي كلشي مغطياه. وهادو صدره ديال الدجاج درت فيهم على العطريه ديالنا، مليحه والبزار، سكينجبير، الخرقوم، زيت الزيتون، شويه الحامض والثومه. عندي هنايا اللوبيا سلقتها، وبطاطا حتى هي سلقتها. دابا مشعله على الماء باش يطيب، باش ندير فيه واحد المشعله لما باش ندير فيه معجنات مع شويه ديال الطون وشويه ديال الذره. ورانا جبت حتى السوسيس غادي نديرو حتى هو. هادشي كامل البنات غادي نجبد الكوميط، يعني الشوايه ديال الضو كبيره، غادي نجبد جوج عندي من الكراج وغادي نحطهم وغنحط لهم هادشي. وغادي نزيد حتى شلاضه ديال مطيشه والخيار والخس حتى هي غادي نزيدها. المهم كلشي غادي نوري لكم ان شاء الله فاش نحط كلشي في الطبله. وغادي نحط لهم شويه ديال الضو يشويو راسهم ان شاء الله. صافي نحاولوا نبدلو شويه. انا ما تنبغيش ديما فما اللي نعرض على جوع ندير ليه المرقه والدجاج، حيت حنا معروفين حنا المغاربه الدار الا مشيتي لها كتلقاو دايرين لك السفه ولا دايرين لك البسطيله ولا دايرين لك شويه هكا قليل ديالك، كتدخلي وكتلقاي دايرين هكا. حنا بالهولندي تنقولها غورميتا، يعني الشوا محطوط كتشوي راسك. اليوم انا درتها وصافي. هادشي اللي كاين، ياكل بس حويجاتي، لبس غير الجين وهاد التريكو اللي شريتو من بغي ماغك. شنو اخر كنت باغي نقول لكم عاوتاني؟ و صافي دابا غادي نسخر، غادي نسخر راجلي. بنتي كتبكي بيبي فون. غادي نسخر راجلي دابا يمشي يجيب الطارت من عند تركي، وغادي يجيب سميتو مشروبات نسيتو البارح كما جبتهم. وصافي هادشي اللي غادي يجيب حاليا. يلا البنات من بعد وغادي نتلاقى معكم. هنايا جاو الناس بقاتو مع الكوفي هي الاولى. ودابا غادي ندوز باش نحل الكادويات اللي جابت ليا لوستي وعدوستي. انا غادي نحلهم معاكم. هنايا قدمت لهم الماكله. ها شنو درت؟ هذا الكوتليت، هذه اللوبيا الخضراء، الدجاج اللي انا حمرته في الفران، الجنيحات،
هادي حطيت لهم شويه الاولى البطاطا، هادي سلطه ديال الخس وبصل ومطيشه والخيار، هادي مكرونه معلقه. وهنايا حطيت واحد صوص فيجيتاري شنو واحد البوستي وركبت الدجاج في الشوايه. مهم البنات راك شفتوا الكادويات اللي جاوني قبيله، حليتهم. هذا اللي فيه الحليب وفيه صابون هكا، وهذا ديال الاوليفر، هذا جوج جبتهم ليا دوستي، وهذا والبينوار. هذا البينوار عجبني، هذا البينوار جبتو ليا دوستي، هادو جبتهم ليا دوستي طويله حتى وصلت الرجلين، وعجبني بزاف. كنشكرهم على الكادويات اللي جابوا ليا. صافي هما بقاو بارك معنا، دابا راه السبعة، يلا لقيتهم مشاو وصلنا للمعهد وداكشي كامل، رديت كلشي لبلاصتو ودابا طلعت باش غادي ندخل ندوش. صافي من بعد عاد نمشي نجلس، خصني 8 بنتي ندي تنعس دخل بزاف ندوش. صافي البنات هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، تقاسمت معكم اشنو درت لهم الماكله والكادويات اللي جاوني. وصافي البنات خليكم راحت البال، السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.